موقف جميل جدا بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. الإمام الشافعي بيقول: ما ناظرت أحد إلا وتغير وجهه علي، من شدة استدلال الإمام الشافعي قوة حجته. ما خلا، يعني ما عدا الإمام محمد بن الحسن الشيباني، كان يبتسم في وجهه، كان يبتسم في وجه الإمام الشافعي، رغم أن الإمام الحجة الكبير محمد بن الحسن الشيباني شيخ الحنفية وإمام الأحناف، رغم ذلك لم يصبه هذا العلم بالكبر وجعله يتقبل الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضيع العلم بين اثنين، الكبر والحياء. مجرد انك انت تتكبر، انك انت تتقبل العلم ممن هو دونك، يبقى مش هتتعلم حاجة. اتعلم من الصغير والكبير، وكن مثل الإمام أبي الحسن الشيباني.